تعالوا بقى نتكلم عن الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو القولون التقرحي. ده طبعا بخلاف الريتابل باول ديس اوردر او سندروم اللي هو بنسميه دايما الاي بي اس، وكنا اتكلمنا عليه بيبقى بري دوميننت كونستبيشن او بري دوميننت دايريا، وبيتعالج بقى ايه سيمتوماتيك تريتمنت وخلاص. زي ما احنا شايفين في الصوره كده بيبقى فيه انفلاميشن في اماكن معينه في الجي اي تي، طبعا معظمها بيبقى في الكولون ولكن ممكن تبقى في الدايجستيف تراكت في اي مكان، ولكن طبعا المعظم بيبقى في الكولون. ممكن تبقى اماكن متصله كلها مع بعض او ممكن تبقى باتشي زي ما احنا شايفين على حسب نوع الانفلاماتوري باول ديزيز. عندي مين تو مين تايبز اللي هو الالسيراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. يبقى ايه هو الانفلاماتوري باول ديزيز؟ هو جروب اوف انتستاينال ديس اوردر، في مجموعه كده من الانفلاميشن حصلت فحصل طبعا البرايمري ايتيولوجي انون، ولكن بيقولوا في سكندري ديو تو انتيجن دريفن ريسبونس، يبقى في انتيجن كده حصل وابتدى يوجه الخلايا المناعيه انها تروح تحارب الكولون وتعمل انفلاماتوري بروسيس وتعمل لي بقى المشكله بتاع الاي بي دي. تمام؟ which causes هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي طبعا ابدومينال بين اللي هي الكلينيكال فيتشر او الكلينيكال برزنتيشن اللي احنا هنشوفها على العيان. بيبقى في فيفر، في ابدومينال بين، في كرامب طبعا، في دايريا. الدايريا ممكن تبقى عدد بسيط في اليوم مثلا اقل من 4، وميبي ان هي توصل لاكثر من 10 مرات، وهنا طبعا لازم اتدخل ولازم ادي حاجه توقف وعالج بقى واشوف الدنيا هتبقى ماشيه معايا ازاي. الدايريا دي ممكن يبقى معاها بلاد او بدون بلاد، وده هيفرق معايا في السيفيريتي والمانجمنت بتاع الكيس. طبعا بيبقى في انكسبليند ويت لوس، ما بيبقاش له سبب تاني، فببتدي ارجح ان البيشنت ده ممكن يبقى انفلاماتوري باول ديزيز واعمل له بقى اللي هو الكولونوسكوبي. زي ما احنا قلنا من شويه الانفلاماتوري باول ديزيز انكلود البوث ألسيراتيف كولايتس، بيبقى فيه نوعين من الأمراض أو في تو تايب يعني على حسب الكلينيكال فيتشر بتاع الإنفلاميشن نفسه، بقسمه بقى والكومبليكيشن والحاجات دي. غالبا الألسيراتيف كولايتس بيبقى حاجة كده سوبرفيشال يعني مش ديب قوي، إنما الكرونز ديزيز ده بيبقى مور ديبر، ممكن يوصل للسب ميكوزا ويدخل بقى جوه تاني أو أكتر ويعمل لي بقى مشاكل. الكرونز ديزيز بيبقى مشاكل شويه عن الالسيراتيف كولايتس، وطبعا الويت لوس معاه بيبقى اعنف شويه. الالسيراتيف كولايتس يعني هنقول بس الاختلافات سريعا كده عشان واحنا بنيجي التريتمنت بنبقى عارفين احنا ماشيين ازاي. الكرونز ديزيز ممكن يجي في اي مكان في الدايجستيف تراك، انما الالسيراتيف كولايتس في الغالب بيجي في الكولون نفسه في الاخر حته في الكولون او في الريكتوم. فالالسيراتيف كولايتس في الغالب لو جه في الريكتم هيبقى بعالجه بحاجات توبيكال بقى اللي هي الانما والحاجات بتاع السلسليت اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. الالسيراتيف كولايتس بيبقى الانفلاميشن بتاعه بيبقى كونتينوس زي ما احنا لسه قايلين من شويه، والكرونز بيبقى باتشي كده على هيئه باتشات. الالسيراتيف كولايتس بيبقى اكتر في توكسيك ميجا كولون، يعني هنا ده برضو مهم، الحته دي بقى مهمه، انما الاذر فيتشرز ممكن ما تبقاش مهمه قوي بالنسبه لي. الالسيراتيف كولايتس بيبقى في توكسيك ميجا كولون اكتر من الكرونز ديزيز، او تقريبا الكرونز ممكن ما يكونش فيه اصلا الحاجات دي، وكمان بيبقى فيه الانسيدنس بتاع الكولوريكتال كانسر في الالسيراتيف ديزيز الالسيراتيف ديز اوردر اكتر من الكرونز ديزيز. الاثنين دول معلومتين دول مهمين، ولكن بقى الكرونز ديزيز بيتميز بالحاجات الزياده اللي فيه، ان هو ممكن يبقى في فيستولا مثلا، فهنلاقي علاج الفيستولايزنج كرونز ديزيز بعلاج مختلف عن الكرونز العادي اللي وزاوت فيستولا او بيرفوريشن. يبقى الحته دي مهمه، مش هتهمني قوي الفروقات اللي احنا قلناها ده سوبرفيشال، ولكن في التريتمنت او المانجمنت هتفرق معايا في تخيل شكل المرض. يبقى الالسيراتيف كولايتس بيبقى سوبرفيشال اكتر، انما التاني الكرونز بيبقى مور ديبر، ممكن يوصل للسب ميكوزا وممكن يعدي كمان لجوه اكتر. الكرونز بيبقى في اي مكان في الجي اي تي، الالسيراتيف كولايتس غالبا بيبقى في الريكتوم او ماسك الحته الاخيره من الكولون، وبيبقى الانفلاميشن بتاعه كونتينوس كله متصل ببعضه، انما التاني باتشز. فما بعرفش برضو ابتدي لو انا هعمل ريسكشن هعمل منين واسيب فين، الموضوع بيبقى صعب شويه وحتى المانجمنت بتاعه بيبقى تقيل شويه. الالسيراتيف كولايتس بقى المعلومه المهمه بيبقى فيه توكسيك ميجا كولون، والكولوريكتال كانسر بيبقى الانسيدنس بتاعه عالي هنا، انما الكرونز ديزيز بيبقى مور انسيدنس في الفيستولا او البيرفوريشن. بيقول لي كده معلومه ان الان سيدز وجدوا من الحاجات الانفايرمنتال ريسك فاكتور، انا عندي الايتيولوجي مش عارفينه زي ما احنا قلنا، المين ايتيولوجي مش معروف، ولكن بيقول ان في جينيتك فاكتور وفي انفايرمنتال فاكتور زي الان سيدز والسموكينج، وكمان في انتيجين ريسبونس يعني في اميونوجلوبولين كده ابتدت
تهيأ جهاز المناعة ان هو يضرب لي الحتة دي من الكولون. وجدوا الان سيدز كلها بتورث الانفلاماتوري باول ديزيز، ولكن وجدوا كده حاجة غريبة، ان السموكينج بتورث الكرونز ولكن بتعمل امبروفمنت في الالسيراتيف كولايتس. ولكن ده يعني مش مدعاه ان احنا اللي عنده كده نقول له دخن يعني، ولكن هي معلومه ممكن نتسال عليها. طبعا بيبقى عندي بري انفلاماتوري سايتوكاين كتير وانفلاماتوري ميديتور، اهمهم طبعا الانترليوكين 1 والانترليوكين 6 والتي ان اف. فنحفظ الثلاث حاجات دول، طبعا ما في حاجات كتير ولكن دول اشهر الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها. يبقى احنا كده اتكلمنا باختصار عن الباثوفيسيولوجي وعن الكلينيكال فيتشرز، ومش محتاجين اكتر من كده. ندخل بقى على التريتمنت اوف انفلاماتوري باول ديزيز. اول حاجه طبعا واول عيله واشهر عيله هي الامينو سلسليت. المهم بقى هنا في الانفلاماتوري باول ديزيز وانا بعرف اسم العيله، طبعا كده كده هعرف العيله، مثلا عندي امينو سلسليت فيها الايجنت 1 2 3 ببقى عارف. مهم اللي جوه بقى ان العيله دي للاندكشن ولا المينتنانس، يعني سي العيان عنده اكيوت فلير دلوقتي، فهل هتنفعني ولا مش هتنفعني؟ ففي حاجات ممكن تنفع فقط للاكيوت فلير فباخدها دلوقتي بسميها اندكشن ثيرابي، في حاجات بتمشي عليها او المريض بيمشي عليها يعني فبسميها مينتنانس ثيرابي، ودي حاجات ممكن تنفع كده وحاجات ممكن الاثنين. فمهم قوي في كل عيله بعرف هي بتشتغل على الاندكشن ولا المينتنانس ريميشن، فدي مهمه في الامتحان. الامينو سلسليت شغاله على الاثنين، على الاندكشن وعلى المينتنانس اوف ريميشن. الاهم واحد طبعا هو السلفوسالازين، بما ان هو البروتوتايب هو فكرته ايه، ان بيبتدي ينزل الكولون ويبتدي بالمايكروبيوتا او البكتيريا يعني الموجوده في الكولون، يبتدي يحصل له كليفج ل 5 امينو سلسليت، وهو ده الاكتف فورم ده اللي يهمني. الثاني ده سلفابيريدين، ده نون اكتف اصلا، ولكن هو ده بقى المهم، ال 5 امينو سلسليت هو ده المسؤول عن الاكشن او ده الاكتف فورم. يبقى كل فكرتي في السلفاسلازين ان هو لازم يدخل يحصل له كليفج، هو كده لوحده ملوش اي لازمه. لو مفيش بكتيريا، انا مثلا عيان بياخد انتيبيوتيك بكميه كبيره جدا فموت المايكروبيوتا اللي في الكولون، فميبي ان هو الافكتيفنس بتاعه يبقى قليل. يبقى السلفاسلازين لازم يحصل له كليفج ال5 امينو سلسليت وهو ده الاكتف، وسلفا بيريدين ده ان اكتف ماليش علاقه بيه خالص. الموست كومن ادفيرس افكت الجي اي ديستربنس والهيدك والارثرالجيا والفوليت مال ابزوربشن، ولكن ممكن يعمل لي هيباتوتوكسيستي وبون مارو سبريشن وهيموليتيك انيميا. في بعض الحاجات ممكن يعمل لي يقلل شويه السبيرم برودكشن في الرجاله طبعا، فناخد بالنا من الجزء ده. واخد بالي طبعا ان هو يعني في الاخر في سلسليت وفي الاخر في سلفا، فاخد بالي بقى من الناس اللي عندها اصلا سلفا الرجي، فيعني لو مش مكتوبه باللوجيك كده واحد من الحاجات اللي بتكونتيننج سلفا او بعتبرها من انواع السلفا دراج، فلو العيان عنده سلفا الرجي ببتدي اخد بالي بقى وما ادهوش العلاج ده اساسا يعني. طيب فقال لك بقى خلاص طالما بدل ما ادخل ببرو دراج مثلا زي ما احنا شايفين ويتحول والقصص دي، طب ناخد الفايف امينو سلسليت على طول وابتدي اديه كدواء، وفي نفس الوقت هبقى خفيت دماغي من حوار الانتيبيوتيك وحوار البكتيريا والقصص دي، وفي نفس الوقت منعت لو في سلفا الرجي ولا حاجه الدنيا هتبقى اسهل بالنسبه لي يعني. فعملوا بقى الفايف امينو سلسليت لوحده كان ايجنت كايجنت لوحده يعني، طبعا نون سلفا كونتيننج زي ما احنا قلنا، وبقى بيتر توليريتد عن السلفا سلازين، وطبعا هو الفيرست لاين مش السلفا سلازين، السلفا سلازين هو البروتوتايب، فهي دي الفيرست لاين فور مايل تو مودريت السيراتيف او كرونز، بينفعوا للاثنين، وقلنا ان هو بينفع للاندكشن والمينتنانس. يبقى باختصار كده الامينو سلسليت عندي بتنفع للاندكشن والمينتنانس، عندي الايجنت اللي هو سلفا سلازين بيحصل له كليفج بالبكتيريا ل 5 امينو سلسليت والادفيرس افكت قلناها، وفي نفس الوقت اخدت بقى الاكتف فورم ده اللي هو 5 امينو سلسليت وابتديت اديه للعيانين اللي ميبي ان هو يبقى عنده سلفا الرجي، وفي نفس الوقت التوليرابيلتي او بيتر توليريتد عن السلفا سلازين. مهم قوي ان انا بعرف ان هو بيستخدم في كفيرست لاين في المايل تو مودريت السيراتيف او انفلاماتوري باول ديس اوردر كلهم يعني. عندي بقى تو ايجنت تانيين، الميسالامين والاولسالازين. الاولسالازين ده دايمر من الميسالامين، جبت اتنين مع بعض وحطيتهم يعني، هو بس اعرفهم كده بالاسامي، ولكن اعرف ان احنا بنستخدم العيله دي كفيرست لاين في المايل تو مودريت
انفلاماتوري باول ديس اوردر او ديزيز. الكورتيكوستيرويد مهم قوي يعرف ان هي بتشتغل بس في الاندكشن في حالات الاكيوت فلير، ملهاش علاقه بالمينتنس، يعني مش هينفع امشي المريض على كورتيكوستيرويد كرونيك مدى الحياه كده. ولكن هي طبعا عشان شغلها كانتي انفلاماتوري بوتنت انتي انفلاماتوري، وفي نفس الوقت بتشتغل بسرعه فبتسبرس الانفلاميشن على طول، فبستخدمها في الاكيوت فلير كاندكشن ثيرابي. يبقى العيان مثلا اللي كان ماشي على امينو سلسليت فور اكزامبل مثلا وجاله دلوقتي اكيوت فلير، ببتدي امشيه على كورتيكوستيرويد عشان اسبرس على طول الانفلاميشن. ملهاش رول في المينتنس ثيرابي زي ما احنا اتكلمنا. طبعا باخد بقى اي ايجنت، بريدنيزولون، بيوتزينايد، هيدروكورتيزون، مش تفرق معايا اسامي الايجنت ولا الجرعات بتاعتي. بعد كده بقى ممكن استخدم الاميون موديوليتور. احنا قلنا كل المشكله اصلا مشكله مناعيه، فممكن استخدم الحاجات اللي هي بتعمل اميون موديوليتور زي الميركابتوبيورين، الافاسايبرين، والميثوتريكزيت، وتوفاسيتيناب. ولكن يعني هنقول اللي يهمنا برضو فيها. طبعا الحاجات دي اصلا احنا كنا قلنا الميثوتريكزيت وكنا خدنا الافاسايبرين قبل كده في علاج الروماتويد ارثرايتس، وقلنا ان عشان الانست بتاعهم يظهر ممكن يقعدوا لي بالثلاث شهور، وممكن في حاجات ممكن توصل لسنه وتعدي السنه كمان عشان يحصل الاكشن بتاعها، فباللوجيك كده مش هستخدمها في الاندكشن بس هتبقى في المينتنس، وطبعا مش لوحدها، لازم اغطي بايجنت تاني معاها على ما يبتدوا يشتغلوا يكون انا مغطي العيان بتاعي في الوقت اللي هو السبير ده. يبقى هي indicated only for maintenance therapy. طبعا كل الحاجات دي تستخدم ديلي. الافاسايبرين بيتحول ل 6 ميركابتوبيورين فبيتحول لاكتف فورم، ولكن زي ما احنا عارفين الميثوتريكزيت يستخدم ويكلي مش ديلي، هو الوحيد اللي يستخدم ويكلي، ويفضل اكتر في حالات الكرونز ديزيز. يعني في الكرونز ديزيز اونلي الافاسايبرين والميركابتوبيورين هما الاثنين بقى واحد، لان الاذى في الاخر هيتحول لميركابتوبيورين. ميتابولايزد بي انزيم اسمه مهم بقى، دي لازم احفظها، التي بي ام تي، بتيجي بالاختصار ده او انا بعرف اختصار لايه، ثايوبيورين ميثايل ترانس فريز، ده الانزيم المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الازاسايبرين واخو الميركابتوبيورين. فلو انا عندي مشكله في الاكسبريشن بتاعي زي مثلا ان انا حصل ريديوس للاكسبريشن، يعني ايه؟ يعني الانزيم ده قل، فالميتابوليزم بتاعي مش هيحصل بالقدر الكافي او مش هيحصل بالمفروض النورمال، فالبيشنت هيتعرض لتوكسيستي من الازاسايبرين والميركابتوبيورين. فدي واحده من الفارماكوجينيتكس اللي ممكن نعرفها، فالتوكسيستي بتاعتهم هتبتدي تزيد. اخد بالي بقى من الادفيرس افكت. طبعا كل الحاجات دي بتبقى نوزييتد، بتعمل لي دايريه وراش، كلهم في الاغلب بيعملوا بون مارو سبريشن وهيباتو توكسيستي. الميثوتريكزيت كمان بيعمل لي بالمونري توكسيستي، وكنا اتكلمنا عليه في الروماتويد ارثرايتس. الازاسايبرين والميركابتو عليهم الانسيدنس بتاع البانكرياتايتس بيبقى عالي شويه، وكمان بيعملوا سيفير بون مارو ديبريشن او سبريشن، فناخد بالنا من المعلومات دي كلها مهمه. الايجنت بقى الاخير ده ممكن استخدمه لو انا الثلاثه دول مش جايبين معايا في المودريت تو سيفير السيراتيف كولايتس. مودريت تو سيفير يعني معلومه واحده بس نعرفها عنه، مش عايزين عنه اكتر من كده، عشان لو جالي بستخدمه فقط للمودريت تو سيفير. بعد كده بقى في البايولوجكس، ودول طبعا من الحاجات المهمه الجميله ولكن طبعا غاليه جدا، بيستخدموا في الاندكشن والمينتنس، كلهم طبعا مونوكلونال انتي بوديز زي الانفليكسيماب، الاداليلوماب، سيتروليزوماب والناتاليزوماب. الانفليكسيماب طبعا واحد من التي ان اف الفا انهبيتور، فده اكتر واحد بيستخدم، ولكن نبقى عارفين الاسامي او على الاقل معلمينها بحاجه. طبعا كنا اتكلمنا بيستخدموا في الاندكشن والمينتنس، يستخدموا في الاثنين للمودريت تو سيفير، ولكن الامينو سلسليت مايل تو مودريت. التوفا سيتيناب ممكن استخدمه في المودريت تو سيفير السيراتيف كولايتس. الميثوتريكزيت في الكرونز ديزيز. البيولوجيكس بيستخدم في كل الانفلاماتوري باول ديس اوردر، وخصوصا بقى الكرونز ديزيز لان هو بيبقى عنف، ولو كان معاه فيستيولايزنج يبقى وانس ان انا شفت في الكيس سيناريو جات لي في الامتحان عيان فلان الفلاني وعمل لي بقى سيناريو كبيره عريضه وذكر لي كلمه فيستيولايزنج كرونز ديزيز او اي فيستيولايزنج انفلاماتوري باول ديزيز، هروح على طول يبقى انا دلوقتي انفليكسيماب، ارزع على طول الانفليكسيماب وما تخافش. يبقى لازم اروح للبيولوجكس في الحاله دي، ما ينفعش بقى اسيب العيان بتاعي وماشي على الحاجات العاديه الثانيه. طبعا بقى مهم قوي ان انا بعمل كومبرهنسيف ميتابوليك بانل كده، عشان الحاجات دي بتعمل لي مشاكل كتير، يعني بعمل بيز لاين ايفالويشن قبل ما اديهم كسي بي سي
مهم بقى دي لازم تتحفظ، يعني السكريننج اللي انا بعمله قبلها لازم تتحفظ. بعمل تي بي سكريننج فيرال هيباتايتس، دول مهمين قوي لازم يجوا لي في الامتحان. لو العيان عنده مثلا ليتن تي بي ممنوع حذاري ان انا اديهم، او فيرال هيباتايتس عشان بيعملوا ري اكتيفيشن للانفكشن دي، لازم اعمل له ليفر فانكشن تيست وطبعا السي بي سي. يبقى السكريننج بتاعي المهم لازم اعمل له فيرال هيباتايتس سكريننج، تي بي سكريننج، وليفر فانكشن تيست، دول مهمين قوي. وبعمل طبعا السي بي سي، الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اكون عارفها. يبقى البيولوجيكس مهم قوي، كلمه فيستيولايزنج دي لازم ابقى فاكرها وفي ذهني دايما طول الوقت، بيستخدموا في الاندكشن والمينتنس في حالات المودريت تو سيفير، ودي معلومه مهمه. وطبعا الانفليكسيماب هو اشهر واحد، بستخدمه اي في انفيوجن، وممكن اعمل ريدوزنج على حسب بقى الوقت بتاعي، ممكن كل اسبوعين او اربع اسابيع او ست اسابيع على حسب العيان بتاعي. طبعا ادفيرس افكت احنا حاجه باخدها في الوريد، فاول حاجه هتبقى انفيوجن ريليتد، ممكن يعمل لي هايبوتنشن، فيفر، الحاجات بقى بتاعه الانفيوجن ريليتد اللي احنا عارفينها دي. ممكن يعمل لي انفكشن زي ما احنا عارفين، واهم كلمه ري اكتيفيشن اوف latent infections زي التي بي والفيرال هيباتايتس. ولو العيان عنده هارت فيلير، دي معلومه مهمه مش مكتوبه، سوري، لو العيان عنده هارت فيلير ممكن يعمل لي هارت فيلير اكسسربيشن، فممنوع ان انا استخدمه في العيانين اللي كلاس 3 وكلاس 4 من الهارت فيلير. تمام، يبقى كونترا انديكيتد لمين؟ الحاجات البيولوجيك، الناس اللي عندهم latent TB، الناس اللي عندهم فيرال هيباتايتس عشان ما يعمليش reactivation of latent infection، والناس اللي على heart failure بخاف من الاكسسربيشن، وخصوصا لو كان هو كلاس 3 و4 ده كونترا انديكيتد بقى معايا. طبعا كلهم هيعملوا له بون مارو سبريشن، وممكن يعملوا له هيباتايتس. معلومه بقى مهمه، امتى استخدم المترونيدازول وامتى استخدم السيبروفلوكساسين. المترونيدازول ممكن استخدمه في البيشنت اللي هم نوت ريسبوندنج ويل تو اورال امينو سلسليت، انا اديت له اورال امينو سلسليت والريسبونس بتاعه ما كانش زي ما انا متوقع. يبقى العيان اللي عنده مايل تو مودريت اللي هو هيحل محل الامينو سلسليت اكتيف كرونز ديزيز، تمام، دول اكتر عيانين ممكن اديهم المترونيدازول. تمام، يبقى دي مهمه قوي على المترونيدازول. امتى بدي السيبروفلوكساسين؟ طبعا بديه 1 جرام بير داي وخلاص، مش كذا مره في اليوم. هو از افكتيف از الميسلامين، فمعلومه مهمه. برضو بستخدمه سكند لاين بقى لو العيان مش مستجيب، ولو انا استخدمته في الغالب بستخدمه مع المترونيدازول. يبقى انا بستخدمه كومباينيشن مع المترونيدازول. لو كان العيان مايل تو مودريت كرونز ديزيز او حتى ألسيراتيف كولايتس ومش مستجيب للامينو سلسليت، فممكن اجرب حاجه زي كده في التريتمنت بتاعي. يبقى انا كده نيجي نعمل راب اب بس عشان الجزء ده من الحاجات المهمه اللي بتلخبطنا في الامتحان. يبقى انا دلوقتي اتكلمت على الامينو سلسليت، قلنا ان المايل تو مودريت اكتف ديزيز وممكن استخدمها في الاندكشن والريميشن، وببدا على طول هي الفيرست لاين عندي في المايل تو مودريت ديزيز. تمام، وخد بالك بقى لو انت عندك مثلا موجود في مكان معين في الريكتم مثلا، ممكن تدي حاجه لوكال كده انما ولا حاجه وخلاص. طيب لو عايز العيان على فلير مثلا ولا حاجه، هتبتدي تبدا له كورتيكوستيرويد. طيب لو العيان مش مستجيب للامينو سلسليت، ممكن تدي له مترونيدازول في المايلد تو مودريت اكتف كرونز ديزيز، وطبعا هي نفس الافكت بتاعها وما عنديش مشكله خالص، هو العيان نوت توليريتد ولكن لسه ستيل في المايلد تو مودريت. السيبروفلوكساسين لو العيان ماشي على ميسيلامين وبرده مش جايب نتيجه، ممكن ادي السيبروفلوكساسين. وممكن اعمل كومباينيشن في الحالات بقى المودريت تو سيفير، بعمل كومباينيشن بين الاثنين. لو العيان بقى عندي مودريت تو سيفير، يبقى انا هنقل بقى العيان بتاعي على حسب الايجنت اللي هو فيه. يا اما هديله الايجنت ده لازم احفظه بالاسم، التوفاسيتيناب والميثوتريكزيت لو هو عنده كرونز ديزيز، او بقى الجا للبيولوجيكس على طول في المودريت تو سيفير ديزيز. يبقى انا عندي الكورتيكوستيرويد لو هو عنده فلير، وممكن ادي انفليكسيماب او حاجه من الاثنين دول اللي بيستخدموا في المودريت او السيفير. الجزء ده بقى برضه مهم، لو انا العيان بتاع الاكيوت فيلير دلوقتي عنده اكيوت سيفير ألسيراتيف كولايتس فور اكزامبل مثلا، في الحاله دي الفيرست لاين عندي هي الكورتيكوستيرويد زي ما احنا قلنا، بتستخدم في الاكيوت فيلير وليها رابيد ريسبونس.
بديه طبعا اي في في حالات الحاجات الهوسبيتالايزد وسيفير، ولو العيان مش ريسبونس، الريسبونس بتاعي باسس الريسبونس امتى؟ في خلال 3 ل 5 ايام البيشنت نوت ريسبوند على الميثايل بريدنيزولون او اي ايكويفالنت ليه يعني مش تفرق معايا، ببتدي الجا له بقى على طول ادي له ريسكيو ثيرابي من الانفليكسيماب او السايكلوسبورين، حاجه منهم بقى على حسب اللي عندي. لو الريميشن على حسب الايجنت اللي انا حاطه، سي ان انا حطيت انفليكسيماب وحصل ريميشن على الانفليكسيماب كونتينيو ثيرابي فور مينتنانس، يبقى انت كده خلاص الدنيا اتحسنت كونتينيو الثيرابي، يبقى انت عندك الانفليكسيماب اندكشن ومينتنانس. تمام. لو الريميشن اتشيفد على السايكلوسبورين منتين الريميشن ويز اثايوبيورين، واحد من الثايوبيورين، لان السايكلوسبورين ما قلناهوش في الكرونيك ديزيز. يبقى انا دلوقتي تاني الجزء التريتمنت اوف السيراتيف كولايتس، الحالات السيفير اللي في المستشفى اول علاج يجي في دماغي هو الكورتيكوستيرويد، وباسس ريسبونس في خلال 3 ل 5 ايام. لو العيان مش مستجيب عندي حاجه من اتنين ليس لهم تالت، الوحيد اللي بيستخدم في الاندكشن والمينتنس اللي هم البيولوجيكس، طبعا اهم واحد الانفليكسيماب او السايكلوسبورين. للاسف السايكلوسبورين ما بناخدوش، مش ما خدناهوش فوق في الحاجات الكرونيك تريتمنت. فلو العيان اتحسن عليه الجا بقى لواحد من الثايوبيورين اللي احنا قلناهم بقى فوق. تمام. طيب لو انت اديت له انفليكسيماب وتحسن عليه كمل، لان هو بيستخدم في الاندكشن والمينتنس. برضو كده تقريبا احنا خلصنا كل اللي عايزين نقوله في الاجزاء بتاعه الاندكشن والمينتنس والحاجات اللي ايه بتلخبط الناس دي. وطبعا بقى سيمتوماتيك تريتمنت، العيان عنده دايريا هتدي له لوبرامايد، الحاجات بقى ايه يعني سهله مش محتاجه تتشرح يعني، ولكن اللي احنا قلناه ده من الحاجات الفيري امبورتنت فلازم ابقى واخد بالي منه. احنا تقريبا خلاص بنشطب فما تقلقوش يعني. اخر بقى حاجه معانا هي الكومبليكيشن اوف ليفر ديزيز. كومبليكيشن اوف ليفر ديزيز مهم قوي ان انا باسس السيفيريتي اوف ليفر ديزيز بايه، بحاجه اسمها شايلد بوس سكور زي الكرياتينين كليرنس كده في الكدني. فانا هنا بعمله بحاجه اسمها سكورنج سيستم كده اسمه شايلد بوس سكور، فلازم ابقى عارف الاسم ده كويس. طب الشايلد بوس سكور ده بيبقى شويه كلينيكال كرايتيريا ومعاهم لاب كرايتيريا، العيان مثلا عنده انكفالوباثي ولا ما عندوش، وعلى حسب الجريد بتاعي بياخد البوينت زي ما احنا شايفين في الصوره 1 2 3. العيان عنده اسايتس ولا لا؟ طبعا في حاجات لاب زي ما احنا اتكلمنا لاب كرايتيريا بيليروبين والبومين وبروثرومبين تايم، على حسب الرقم ببتدي ادي العيان بوينت. طب هل انا هحفظ الجدول ده؟ طبعا مش هيجي لي في الامتحان يقول لي احسب له الشايلد بوست سكور، ولكن هو هيديني اللي تحت بقى ده هو اللي هيتحفظ، يا اما هيديني الرقم ويقول لي ده اي كلاس، او يجيب لي بقى سؤال على حسب مثلا كلاس سي فكونترا انديكيتد حاجات معينه، مثلا كلاس ايه فلا خد كذا. تمام. او يقول لي هو كلاس ايه على طول، يبقى انا لازم احفظ كلاس ايه في الشايلد بوس سكور من 5 ل 6، من 7 ل 9 بقى بي، من سي اللي هو من 10 ل 15 وده السيفير بقى فورم، فخد بالك ان انت كونترا انديكيتد لاي حاجه بيحصل لها هيباتيك ميتابوليزم او يحصل لها هيباتيك اكسكريشن. ففي الشايلد بو سي لازم اكونترا انديكيتد كل الميديكيشن اللي ممكن تعمل لي مشكله. يبقى احنا كده خلصنا الشايلد بو، مش عايزين اكتر من كده. اول بقى ديس اوردر او كومبليكيشن هي الهيباتيك انكفالوباثي، طبعا هناخد بس المعلومات اللي بتيجي في الامتحان او اللي تفيدنا. يعني ايه الهيباتيك انكفالوباثي دي؟ اللي هي الغيبوبه الكبديه او غيبوبه الكبد يعني. ستيت اوف نيورولوجيكال او سايكاتريك ابنورماليتيز، شويه كده برين ديس فانكشن ديستربت كونشس ليفل، العيان مش فايق عمال مش مركز. كوزد باي ايه بقى السبب الاساسي؟ ليفر انسفشنسي، العيان عنده ليفر انسفشنسي سيروسس بقى او ايا كان، which led to altered mental status زي ما احنا قلنا في disturbed conscious level وممكن to progress to coma. انا عندي كل فكرتي في الهيباتيك انكفالوباثي فيها ليفر انسفشنسي، فابتدى يالتر المينتال ستيتس ويديني بقى وايد سبريد من او وايد سبيكتروم من النيورولوجيكال والسايكاتريك سيمتومز، وممكن تبقى حاجات بسيطه شويه يعني التريشن في كده في المينتال ستيتس وخلاص، وممكن تؤدي الى الكوما. طبعا كلنا عارفين ان هي سكندري كوز او الكوز بتاعها ديو تو اكيوميليشن اوف امونيا، الامونيا بيبتدي يحصل لها accumulation لان الكبد الليفر تعبان مش قادر يخرجني من او يعمل لي ووش اوت للامونيا اللي عماله تتكون دي. فكل فكرتي ان انا اقلل الاكيوميليشن ده، يا اما اعمل لها امونيا ترابنج
اللي هي احولها الايون، لان طول ما هي امونيا كده وزاويه تشارج بسميها امونيا. وانس ان هي تشارجد وبت ان اتش 4 سميتها امونيوم ايون، عمرها ما تطلع البرين وتعمل لي المشكله دي. يعني كل فكرتي في الكومباوند از اتز الامونيا نون بولر ايونايزد، فهتبتدي تعدي البلود برين بارير وتعمل لي بقى الديستربنس في الكونشس ليفل او الدي سي ال اللي احنا بنتكلم عليه. تمام، فكل فكرتي ان انا اسيطر على الامونيا، يا اما اقلل البرودكشن بتاعها، يا اما لو اتكونت بكميه كبيره ابتدي اعمل لها تريبنج واخليها عليها شحنه، يعني ايونايزد او بولر، بتبتدي بقى اكسكريت وما تعديش. بس اهم حاجه ان هي ما تعديش البلود برين بارير. طبعا عندي ريسك فاكتورز كتيره، من اهمها الكونستيبيشن، عشان كده ممكن ادي لاكتيلوز العيان يمشي عليه كرونيك او مينتيننس، مش بس في حالات الهيباتيك انكفالوباثي، ولكن بديه فتره عشان ما يحصلش الكونستيبيشن، وهو وان اوف ذا موست تريجر او بريسيبتيشن فاكتور للهيباتيك انكفالوباثي. الجي اي بليدنج برضو ممكن يبقى ريسك فاكتور رهيب، واحنا هنشوف اصلا الكومبليكيشن اللي بعد كده الفاريسز، والفاريسز بتبليد على طول، عيان السيروسس بيدخل في اسوفيجال فاريسز وبتبليد، وممكن يبرسبتيت كمان الانكفالوباثي مع البليدنج ده. اي انفكشن بيتريجر على طول، فلو عيان انفكشن ومش بياخد لاكتيلوز ارجع على طول اديله وتابعه بقى في الكونشس ليفل والحاجات دي. الهايبوكالاميا بتاكريفيت ايه المشكله بتاع الهيباتيك انكفالوباثي، اي حاجه بقى هتعمل لي دي هايدريشن او هتقلل الضغط هتعمل لي نفس المشكله. المهم بقى البنزودايزبين، البنزودايزبين من الحاجات الفيري فيري امبورتنت اللي ممكن تدخل العيان على طول في هيباتيك انكفالوباثي وتدخله في كوما على طول، هي والناركوتكس. طبعا لو دول هم الكوز وخصوصا البنزودازبين لازم تدي الانتيدوت بتاعي اللي هو الفلومازينيل في التريتمنت موداليتي. اهم كلينيكال برزنتيشن طبعا العين هيبقى جاي لي بقى بديستربت كونشس ليفل والحاجات اللي احنا قلناها دي، ولكن الهاند فلاب الرعشه بتاعه الايد دي هي الكلاسيكال او كلاسيك فيزيكال فايندنج. اهم بقى حاجه بعد ما خلصنا القصه اللي احنا قلناها دي التريتمنت موداليتي بتاعتي، التريتمنت استراتيجيز. اول حاجه عندي اللاكتيلوز، وكنا اتكلمنا عليه من شويه في جزء اللاكستيف، ولكن يعني هنقول المعلومات اللي تهمنا هنا. هو طبعا بيحصل له ميتابوليزم في الكلونيك بكتيريا ويتحول لاسيتيك اسيد ولاكتيك اسيد، يعني يتحول لاسيد، فبيعمل لي ايه؟ اسيدفيكيشن للكولون. اسيدفيكيشن للكولون ده بيخلي الامونيا اللي احنا قلناها دي تكتسب شحنه وتتحول لامونيوم ايون اللي احنا بنسميه امونيا تريدنج، زي ما لسه قايلين دلوقتي. يبقى كل الفكره ان هو زي ما احنا قلنا هو نون ابزوربابل دايساكارايد، هو واحد من الدايساكارايد وسنستك، ممكن سؤال يجي لي في الامتحان، ونون ابزوربابل يعني مش بيمتص، فمش بخاف منه في العيانين اللي على هذا الوضع. بينزل بيتقسم من البكتيريا، يحصل له كليفج لاسيتيك اسيد ولاكتيك اسيد، يعني اسيدك ميديوم، فبيعملوا اسيدفيكيشن للكولون، فبيعملوا لي بقى الامونيا اللي احنا مش عايزينها دي اللي موجوده في الجي اي ليومن ومش راضيه تنزل وعماله تروح على البرين وتعمل لي المشاكل، بيعمل لها ريدكشن للايون بتاعها اللي هو امونيوم ايون، تكتسب شحنه. خلاص ده انا كده بقى ريتيند، تعالي بقى هنا اقفي مكانك، فسميت الموضوع ده امونيا ترابنج. كلنا عارفين القصه دي. سؤال بيجي في الامتحان، اللاكتيلوز بيعمل اسيدفيكيشن ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ طبعا بيعمل اسيدفيكيشن لليورين، لان هو بيتحول في الاخر للاكتيك واسيتيك اسيد. الدوز بتاعتي من الحاجات المهمه اللي لازم تتحفظ، ببقى 45 مللي كل ساعه لساعتين لحد ما البيشنت يعمل لي فيرست لوز باول موفمنت، اللي هو يعمل دايريا اول حاجه، يعمل لي يدخل التويليت ويفضي تمام التمام. هبتدي بقى ادي مينتيننس ثيرابي بير داي من 15 ل 45 كده مرتين لثلاث مرات في اليوم، غالبا بيبقوا انف. يبقى انا دلوقتي بعد ال 45 دول دي كاني بدي اندكشن كده او لودنج دوز مثلا، بدي له 45 مل كل ساعه لساعتين لحد ما يدخل التويليت ويعمل لي الفيرست لوز باول موفمنت. ابتدي بقى بعمل تايتريشن للدوز بتاعتي وادي له مينتيننس ثيرابي، لان احنا قلنا العيان لازم ادي له مينتيننس عشان ما يعملش ريكارنس للهيباتيك انكفالوباثي. ادي له الدوز بتاعتي بتبقى من 15 ل 45 مل مرتين لثلاث مرات في اليوم على حسب بقى، وطبعا بنظمها اكوردنج تو الباول موفمنت او الموشن بير داي، يعني انا عايز العيان بتاعي يبقى
اتليست 2 لـ3 مرات كده يدخل الحمام يفضي كويس جدا. تمام، هو ده التارجت بتاعي. على حسب التارجت ده بقى ببتدي اظبط له الدوز، هل هي 15 ولا ممكن اعليها ل 45. طبعا ممكن بنستخدم انما في الحالات اللي العيان مش قادر ياخد اورال، ببتدي بقى احط الانما 300 مللي من اللاكتيلوز على 700 مللي ووتر واعمل له ريتنشن انما على مدار ساعه، ولكن اعرفوها يعني. طبعا زي ما احنا قلنا بستخدمه لازم استخدم مينتنانس ثيرابي كلونج تيرم عشان امنع الريكرنس. تعالوا بقى نشوف الانتي بايوتكس اللي ممكن تستخدم. اول واحد طبعا الايجنت اللي هو النيومايسين. هو فكرتي ان انا بعمل انهبيشن شويه للانترليومينال يوريز بروديوسنج بكتيريا، الحاجات اللي هي بتطلع يوريز فبتبتدي تزود لي البرودكشن بتاع ال NH3 او الامونيا. فونس ان انا منعتها بانتي بايوتيك معين من الحاجات اللي احنا هنقولهم دول، وانا ما عنديش غير الثلاثة ايجنت فقط دول، هبتدي امنعها فقلل البرودكشن بتاعي بتاع الامونيا. طيب النيومايسين طبعا التولرابيليتي بتاعته مش قد كده، هو يعني مش ويل توليريتد ولا حاجه، الدوز بتاعته بتبقى كبيره، ممكن توصل ل 6 جرام بير داي على 3 لـ4 مرات كده في اليوم. بعد كده طبعا بقللها اول تقريبا اسبوع او اسبوعين وبعد كده بقللها، ولكن يعني استخدامه قل في الفتره الاخيره. يبقى كل الفكره ان انا اعرف بس الاسم بتاعي اللي هو النيومايسين بيستخدم في الهباتيك انكفالوباثي ونفس الافكتفنس بتاع اللاكتيلوز. المترونيدازول بقى ده توليريتد عنه شويه، استخدمه 250 مللي جرام توايس ديلي وبيبقى طبعا افضل شويه، ولكن اخد بالي بقى من الادفيرس افكت بتاعته والدايسلفورام لايك والبريفرال نيوروباثي والحاجات دي. الايجنت بقى المهم قوي اللي هو ريفاكزيمين، وذكرنا اسمه قبل كده من شويه في حالات الترافيرال دايريا، هو نون ابزوربد من الحاجات مش بتمتص، وبيتر توليريتد طبعا على النيومايسين وعلى المترونيدازول كمان، ونفس الافكتفنس بتاع اللاكتيلوز. يعني هو واللاكتيلوز والنيومايسين غالبا بيبقوا زي بعض، ولكن هو ريكومندد للادلت اللي فوق 18 سنه. له مميزات تانية ان هو بيقلل اللينث اوف ستاي في المستشفى لو العيان هوسبيتالايزد بسبب الهيباتيك انكفالوباثي. طبعا الدوز مهمه 550 مرتين، وكان زمان بندي 400 3 مرات، ولكن هي دي ريكومندد دوز. ممكن ادي الاي في لولا اللي هو ال اورنيثين ال اسبارتيت، لو العيان مش مستجيب بقى للي فات ببتدي اديله الاي في لولا ده، انما الفيرست لاين عندي نيومايسين مترونيدازول ريفاكزيمين وبعد كده بلجا للولا. ساعات بيدوا البولي ايثيلين جلايكول اللي احنا اتكلمنا عليه لو العيان مركب نيزو جاستريك تيوب، بيبقى افضل ولو فاستر امبروفمنت عن اللاكتيلوز كمان، فبيبقى افضل عيان عشان ما بتديش بقى اديله لاكتيلوز والكلام ده او بديهوله انما ورايح دماغي. دي كل المعلومات اللي في الهيباتيك انكفالوباثي، لاكتيلوز او الانتي بايوتكس ونيومايسين مترونيدازول ريفاكزيمين، مش مستجيب بدي الاي في لولا، وممكن ادي البولي ايثيلين جلايكول لو العيان على نيزو جاستريك تيوب. طيب تاني حاجه وهي الاسايتس، طبعا كلنا عارفين شكل الاسايتس، بيبقى كل فكرتي ان عندي فري فلويد موجوده في الابدومينال كافيتي بسبب طبعا في كذا فاكتور، ان الريزيستنت بتاع البورتال فين زاد والقصه اللي احنا عارفينها دي، فابتدى يحصل فورسد درينج للليمفاتيك درينج عند على الابدومينال كافيتي. وكمان انا عندي الالبومين كمان، ده الكبد تعبان ما بيطلعش البومين، فالازموتيك بريشر ابتدى يقل في البلازما فبيبتدي يسحب برده او يطلع يطرد بقى الميه في الابدومينال كافيتي، فبتيجي بقى حوار الاسايتس ده. سايتس هو كل فكرته ان عندي فري فلويد في الابدومينال كافيتي، فانا عايز افضي الفلويد ده، يا اما افضيه بدايوريتك يا اما اعمل باراسينثيسيس. هندخل بقى على التريتمنت، هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من المعلومات دي. التريتمنت بتاعي طبعا كده كده هعمل نيجاتيف صوديوم بالانس ونيجاتيف برضه فلويد بالانس، يبقى هعمل صوديوم ريستريكشن وفلويد ريستريكشن. غالبا العيان ده ما بيعديش ال 2 لتر ميه في اليوم ولا بيعدي ال 1500 مللي بير داي من الصوديوم. طبعا كده كده هدي الدايوريتكس، ومهم قوي بقى اعرف اسماء الدايوريتكس هنا، السبايرونولاكتون والفيوروزيمايد، غالبا بيتحطوا مع بعض، ولكن بعض الايفيدنس بيقول لي ممكن تحط السبايرونولاكتون لوحده لو هو مايلد ابيسودز كده ممكن تحطها لوحدها، ولكن غالبا بنبدا بالكومباينيشن اللي هي بتبقى 10 الى 4، يعني 100 ل 40 مللي جرام فيوروزيمايد، زودت هنا هتزود هنا، المهم تفضل محافظ على البالانس بتاعك اللي هو 10 الى 4، الماكسيمم بتاعي 400 ل 160. تمام، دي برده من المعلومات المهمه. لو العيان بقى عنده تنس اسايتس، الموضوع بقى كبير قوي،
السبيرونولاكتون والفيروزيمايد لوحدها مش هتعمل، فمش هتبقى افكتيف يعني. فبعمل حاجه اسمها بارا سنتيفيس، ان انا بسحب كده الميه دي والفلويد دي كلها، وطبعا لازم لو انا سحبت اكتر من 5 لتر لازم اعوض بالبيومن، لازم ادي البيومن لو انا سحبت اكتر من 5 لتر عشان ما يحصلش مشاكل والعيان يحصل له سيفير هايبوتنشن، وممكن ادخله انا بايدي في هيباتيك انكفالوباثي عشان الديهايدريشن اللي انا عملته ده. يبقى انا بدي البيومن في الحالات اللي انا بسحب اكتر من 5 لتر بير داي. ندخل بقى على الفاريسز او الجاستروسوفيجيال فاريسز، اللي هي الفاريسز اللي بتبقى في الاسوفاجس. طبعا انا كل خوفي ان هي تفرقع في اي وقت من الاوقات ويحصل بليد، برضه هي كل الفكره برضه بسبب الريزيستنت في البلاد فلو بسبب البورتال هايبرتنشن والسيروزس، مش هتفرق معانا الكوز يعني. ولكن التريتمنت بتاعي ان انا بدي سوماتوستاتين انالوج زي الاكتريتايد، كنا جبنا سيرته في الاندوكراين وقلنا ان هو بيستخدم في الفاريسيال بليدنج، فبدي اكتريتايد. طبعا هنا دي حالات الاكيوت يعني، هنا العيان في اكيوت ستيت الاسوفيجيال فاريسز وممكن بتبليد دلوقتي، فبدي الاكتريتايد عشان ابتدي اعمل فازو كونستريكشن وبقلل البورتال بريشر. نفس الوقت بكون بقى عملت السيرجري اللي هي الباند لايجيشن، ان انا عملت اندوسكوبيك لايجيشن بالاندوسكوبي كده او السكليروثيرابي بقى اي حاجه من الحاجات اللي هي الجراحيه دي، ولكن اللي هيهمنا التريتمنت. طبعا بدي سيفتراكزون اي في 1 جرام بير داي. لك بقى البريفنشن بتاعي ان انا بدي في البرايمري والسكندري بريفنشن نون سيلكتيف بيتا بلوكر ونون سيلكتيف، يعني مقصوده نون سيلكتيف هنا مقصوده ان انا بدي بروبرانولول غالبا هو اللي بيستخدم، ولو مش عندي ممكن اعوض او استعيد عنه بالكارفيديلول. يبقى البرايمري بريفنشن كل العيانين اللي عندهم ريسك فاكتور عالي جدا او الفاريسز بتاعتهم مودريت، السيفيريتي بتاعتها مودريت تو لارج كبيره ان هي ممكن تبليد وما عندوش هيستوري من البليدنج، دي بسميها برايمري بريفنشن. يبقى في الحاله دي لازم ادي البيتا بلوكر، واحسن حاجه النون سيلكتيف زي البروبرانولول، بيقلل لي بقى الكاردياك اوت بوتس وبيمنع كمان الفازو دايليتيشن في السبلينك اريا دي، فهيعالج لي الموضوع ده كله. لو ما لقيتش الموضوع ده خد الكارفيدولول، هو هيبقى البيست اوبشن في الحاله الثانيه. طب لو العيان جاله مره في الحاله دي لازم يمشي بقى، ده لازم اجباري كسكندري بروفيلاكسز يمشي عليها على طول، وهيكون عمل طبعا باندلايجيشن او سكريلو ثيرابي ويمشي على نون سيلكتيف بيتا بلوكر، واحده من اللي احنا قلناهم دول. اخر حاجه معانا اللي هي سبونتينوس باكتيريال بريتونايتس. ايه كل الفكره ان انا عندي انفكشن في الاسيتيك فلويد اللي كان قبل كده ستيرايل، يعني هو العيان عنده اسايتس ولكن الاسيتيك فلويد ده ستيرايل، فجاه لاي سبب بقى من الاسباب، طبعا الاسباب كتير جدا، الاسترايل اسيتيك فلويد ده ابتدى يحصل في مايكرو اورجانيزم يبتدي يدخل بقى ويعمل لي انفكشن في الحته دي، فبسميها سبونتينوس باكتيريال بريتونايتس. طبعا مهم قوي الموست كومن كوز او الباثوجين هو الانتريك جرام نيجاتيف بكتيريا او باثوجين، واهم واحد فيهم الايكولاي وبعده بتيجي الكليبسيلا. الايكولاي مهم قوي في الترافلر دايريا ومهم قوي في السبونتينيوس باكتيريال بروتينايتس، وهنعرف برضو ان هي مهمه في اليو تي اي او اليورين تراكت انفكشن. التريتمنت بتاعي بدي ثيرد جنريشن كيفالاسبورين، ولازم احفظ الجرعات، السيفوتاكسين 2 جرام كل 8 ل 12 والتراكس 2 جرام بير داي، ودي برضو مهمه قوي. ممكن تستخدم الفلوروكونيرون في التريتمنت لو الحاجتين دول فيهم مشكلة او كونترا انديكيتد للعيان بتاعي. البريفنشن بقى بتاعي بستخدم حاجة من الكينولون، يا سيبرو فلوكساسين يا نور فلوكسين، طبعا السيبرو هو الاكتر واحد بيستخدم، وابتدي استخدم التراي ميثوبرام سلفا ميسوكسازول 5 ايام في الاسبوع كده، وبعد كده بوقفه واشوف العيان بتاعي اخباره ايه. يبقى انا قلت التريتمنت بتاعي وقلت البريفنشن. انتهاء السبونتينوس باكتيريال بريتونايتس، احنا كده خلصنا مديول الجاسترو انتستاينال او الجي اي ديس اوردر. نبتدي بقى، هو من الحاجات السهله جدا، نبتدي بس نعرف الحاجات اللي احنا قلناها دي، وان شاء الله اي سؤال في الامتحان مش هيخرج عن اللي احنا قلناه وهنجاوبه باذن الله. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.